ناس كدايرين لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير اليوم جيت نشارك معكم واحد الماسك اللي طبيعي يعني كتوضعي على البشره رائع يمكن لك ديري بيه غوماج يمكن لك ديري على شكل ماسك وكيف تحلو البشره كيوحد اللون ديال البشره الوجه وفي نفس الوقت يعني كتغطي البشره نتاعك مكونات موجوده في الدار كنحتاجو في المكونات البنات كنحتاجو عندنا هنايا بطاطا هكا بودرة واللي ما عندوش البنات بامكانكم تستعملو غير البطاطا اللي عندنا عادية ونحكوها وناخدو الماء نتاعها ونديرو الوجه ديالنا حتى هي راه مفيدة هادي راه كتباع في ليدر كنت شاركتها معاكم كتباع هكا على شكل بودر اللي كتشوفو وكنحتاجو البياض ديال البيض من الاحسن لكان البيض بلدي انا عندي هنا البيض عادي هاد البيضه صغيره وكنحتاجو الحليب هكا حليب سائل صافي هادو هما المكونات بالنسبه لهاد الماسك البنات على تجربتي المده ديال تقريبا شي 8 اشهر تقريبا وانا كنستعمل هاد الماسك زوين بزاف وفي نفس الوقت يعني الناس اللي هكا البنات اللي مازالين صغار ويمكن لهم يستعملوا لان المواد كلها طبيعيه منها يغطيو البشره نتاعهم منها يحميو البشره ديالهم من التجاعيد المبكره بالنسبه للطريقه ديال الماسك عاديه صافي كنفصلوا هكا البياض على الصفار وكنبقاو نوضعوا هكا البطاطا نتاعنا على البياض ديال البيض بهذا الشكل ونخلطوا تخلط لينا جميع العناصر يعني طريقه سهله الحليب البنات اللي كان عندكم حليب بودره حتى هو يمكن لكم تستعملو يعني بامكانكم تستعملو اللي موجود عندكم في الدار صافي غادي نخلطو هكا هاد البطاطا هادي حتى كتشرب ليا السوائل غادي نخلطوها على كمال مع البياض ديال البيض هكا وغادي نبقاو نوضعو الحليب بشويه بشويه بالنسبه للحليب البنات على حساب يعني على حساب القياس البطاطا انا هنا درت معلقه كبيره ديال البطاطا ما عمراش بزاف بالنسبه لهاد البطاطا هادي راه كتبقى غدا ويتضاعف الحجم ديالها يعني الا ما بغيتوش يمكن لكم تستعملوا غير معلقه صغيره تبغوا ديروا قياس ديال هكا شخص واحد او لا شخصين يمكن لكم تستعملوا غير بطاطا غير عفوا معلقه صغيره صافي والخليط ديالنا كيولي على هذا الشكل هذا هكا كتوضعوه بهذا الشكل هكا على الوجه تاعكم هكا بشكل لا هكا لا تطابق على هكا وكتخليو المده ديال 25 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى 35 على حسب النوع ديال البشره نتاعكم كتشرب تشرب جميع المكونات اللي العناصر اللي درنا هنايا صافي ومن بعد هذه بغيتو ديرو على شكل قماش كتخليوه يبس وكديروه هكا شكل دائري كنتو كديرو على شكل ماسك كتغسلوه عادي وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي